انا عايز اسمعكم حاجة قديمة يعني. كل مسافة هي إيه الأرثوذكسية يا حبايبي؟ ما هي الأرثوذكسية؟ الأرثوذكسية آسف يعني باللفظ يعني كده بين بلد بيننا وبين بعض يعني كده مش للناس. اسمع كده، ما هي العقيدة الأرثوذكسية؟ فالكاهن بيقول لك مش للنشر بس اتنشر. ما هي العقيدة الأرثوذكسية يا جماعة؟ حد يعرف العقيدة الأرثوذكسية ما هي؟ حد يعرف العقيدة الأرثوذكسية ما هي؟ ولا عايزين تسمعوا من الكاهن؟ اللي عايز يسمع من الكاهن يذكر لله كده في التكست. عايزين تعرفوا العقيدة الأرثوذكسية خاصة المصرية ما هي؟ لا اسمع يا سيدي، اسمع. بيننا وبين بعض يعني كده مش للنشر، بيننا وبين بعض، الأرثوذكسية إنك تحط وشك وتهر اللي قدامك وتمشي على خط مستقيم، دي الأرثوذكسية. لكن الأرثوذكسية لا فيها تحليل ولا فيها نقد ولا فيها اعتراض ولا فيها أي حاجة، هتبقى بس كده عايز تبقى ارثوذكسي تبقى حمار، لا تحلل النصوص ولا تعترض ولا تتكلم، تحط وشك في قفل اللي قدامك وتمشي على طول، يعني حمار. العقيدة الارثوذكسية تاني نعيدها تاني عشان تسمعها. يعني كده مش للنشر بيننا وبين بعض، الأرثوذكسية إنك تحط وشك وتهر اللي قدامك وتمشي على خط مستقيم، دي الأرثوذكسية. لكن الأرثوذكسية لا فيها تحليل ولا فيها نقد ولا فيها اعتراض ولا فيها أي حاجة، ما تبقاش أرثوذكسية لو عملت كده. بس كده بكل بساطة. الرزية عبارة عن ايه؟ ان انت حمار، لا تحلل ولا تنقد ولا تعترض على اي شيء، اي شيء اي شيء. هات الست الوردة تترشم، هات الست الوردة تترشم. طيب نشوف حاجة تانية يمكن. اسمع يا سيدي اسمع، بمعنى ان الانسان المدعو لرب الراجل ده هذا الكاهن بيقول لك الانسان الكاهن، شوفوا بيطبقوا قول الله عز وجل، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الراجل ده بيقول لك انا، اسمع كده، كهذه مسؤول عن أبدية الناس. الراجل ده الكاهن ده مسؤول عن ابدية الناس. امال الاله اللي اتجسد واتأنس واتفشخ على الصليب ولبسوه ده قرمزي طز فيه خلاص انتهى. الراجل ده ابو شخه ده مسؤول عن ابديه الناس، الكنيسه الارثوذكسيه. وعشان كده تعمل ايه بقى؟ اسمع كده حضرتك، حياتهم الأبدية، ومن هنا بقى واجب الطاعة. واجب الطاعه، نطيع مثلا يسوع، اقوال يسوع، لا اسمع الطاعه لمين؟ نطيع الله، لا اسمع. لأن اللي ما يطوعش بقى طب هيوصل الأبدية إزاي؟ اللي ما يطوعش الكاهن ده هيخش الأبدية إزاي؟ اللي ما يطوعش الكاهن أبو شخ ده هتخش الملكوت إزاي؟ يا عم ده ربنا نزل ومات على الصليب، ما دخلنيش الملكوت. لا معلش، دي نقرة ودي نقرة. اللي ما يطوعش ده، طب وإيه تاني؟ واللي يزعله. يعني أنت لو زعلت الراجل ده عمرك ما تخش الملكوت، اسمع كده. هيضل، هينحرف. هتنحرف لو مش هتخش الملكوت لو ما زعلت الراجل ده ابو شخه ده، اسمع. هيبعد. عشان كده اللي يعاند الاب الاسقف، اللي يعاند الاب الاسقف يعني ما يسمعش كلامه، وايه تاني؟ ما يطوعوش. وما يطوعوش مش هيخش الحياه الابديه الاب الاسقف. تخيل دي لما المدرسه دي يتربى عليها المسيح والمسيحيه، ويجي واحد كاهن يقول لواحده ست اقلعي. لو ما طوعتوش وقلعت مش هتخش الحياة الملكوت. اسمع كده حضرتك تاني نعيدها. الأب الأسقف أو ما يطوعوش أو يتمرد. يتمرد عليه، يعني لا يا مرة تقلع المرة، تتمردي عليا؟ ده إنسان مش هيوصل الحياة الأبدية. مش هيوصل الحياة يعني الأبدية. هينحرف عن القطيع اللي هيوصل للأبدية. هينحرف عن القطيع، شوية حيوانات. بيسميكوا قطيع. يعني لو ما سمعتش كلام الراجل ده في كل شيء ولو اتمردت عليه او اعترضت عليه هتبقى زي دول الارثوذكسيين المصريين. اللي بيطلع معاك واحد مسيحي مصري يقول لك انا ماليش دعوه بالاب، هو زي الكلب، اول ما يشوف الكاهن يبوس ايده ويبوس رجله.
اول ما يشوف ايده ويبوس رجله، اه يا ولاد الكلب يا مزز يا ولاد. ايوه استغفر الله العظيم. معلش فاصل ونواصل. يا بختكم يا اباء الكنيسه يا ولاد الكلب، يا بختكم. تخيلوا المزه دي، المزه دي واقفه قدام الجحش ده، فرس فرس فرس. فرس ليه بقى حضرتك؟ لان اتربت كده، لازم تسمع كلام الكاهن، تقلعها اللباس يقلعها اللباس. دي العقيده المسيحيه حضرتك اللي صنعوا عليها على الارض، وقلعوا نسوانهم الالبسه وهتكوا اعراضهم باسم الدين، والسيد المسيح بريء منهم. عايزين حاجات تانية ولا كفاية كده؟ تعالوا نشاهد نوريكوا ان الكاهن، ركزوا معايا، هبرككوا على فيديو اول مرة تشوفوه، هبرككوا على فيديو اول مرة تشوفوه. الكاهن بيقول بدون قصد، اكتبوا كده، ان النصارى انجاز. الكاهن نفسه، اسمعوا كده. اتنين اتكلموا تتريقوا على المعجزة بتاعت كرة الجدريين، وقال حاجة تضحك، إن المسيح يروح يخرج الشياطين ويدخلها في الخنازير، والخنازير تنزل في البحر وتموت، والشخص التاني المعلق يقول لك أصل ده كتاب كليلة ودمنة على الكتاب المقدس. مع العلم إن ده ازدراء بالدين أو بالكتاب، وإحنا نحترم كتب الآخرين. ما يصح، انتوا اوسخ ناس. خش بس قول على النصارى انجاز. اسمع يا سيدي، حش ان واحد يتكلم، لكن انا هفتح لهم عينيهم وافهمهم. بدل ما شرح اقول باختصار ايه كلمه كره الجدريين. كلمه جدريين واسمها جرجسيين. الكوره دي كان كل اللي ساكنين فيها فلاحين. تخيلوا بقى، بصوا كلام كليل ودبنه، ركزوا معايا يا شباب، اللي مركز يكتب واحد. القرية دي فعلا قرية كبيرة جدا، اسمها قرية الجدريين أو الجرجسيين، يعني فلاحين. تخيلوا قرية كاملة، قرية كاملة كاملة، كل الناس فيها، الشيطان راكبها، يعني مفيش واحد سلم منهم. أنا عايزكم تتخيلوا الموقف ده. قرية كاملة، قرية كاملة، قرية يعني القرية، قول 10,000 5,000، كل القرية دي كل واحد فيه لابسه شطار حلو قوي. والله العظيم ثلاثة، ما فيش شطار زي الكنيسة الأرثوذكسية المصرية. اسمع يا سيدي القصة عشان تعرف إن هذا الكاهن بيقول لك إن النصارى أنجاز. اسمع، هو اللي بيقول. بس اسمها إيه؟ جدريين. وكلمة جدر يعني حاجز، يعني جدار. يعني بينه وبينك ثلاث حواجز، 10 حواجز. فكلمة جدريين يعني الحواجز اللي بتحجز الإنسان عن ربنا. ده جماله حلوة. اهبط ايه نقول. الرومان سموها جرجسيين، لأن كل الناس اللي ساكنين فيها أصلا ايه؟ فلاحين ورعاة أغنام ورعاة خنازير، فسموها جرجسيين. لأن كلمة جرجس معناها ايه؟ فلاح. كلمة جرجس معناها فلاح. الجرجسيين ولا شمعة يا جرجس، ولا شمعة يا فلاح، فهمتوا؟ جرجس معناها فلاح. اسمع يا سيدي، يعني الفلاحين. زي بالضبط احنا لما نقول مثلا على وجه بحري بنقول عليهم ايه؟ فلاحين. بنقول فلاحين صعيدة وفلاحين. فهنا كلمة فلاحين لأنه بيزرعوا الأرض، بيفلحوا الأرض، عشان كده سموها الجرجسيين. ايه مشكلة حتة الخنازير؟ ايوه اسمع بقى، اسمع المشكلة حتة الخنازير دي. عليكم السلام. لو رحت الانجيل معلمنا مرقس اصحاح 5، المسيح يسوع قال للاجئون اخرج من الانسان، مش من هذا الانسان. ايوه من الانسان، ركزوا، اخرج من الانسان. الشيطان دارس كتاب، الشيطان دارس كتاب. يا ولد الكلب. ايوه وبعدين اعترض.
طب لما اخرج من الانسان الشيطان اعترض، اخد بالك انت، الشيطان اخرج اروح فين بقى يا يسوع، ها ها اخرج اروح فين، ها. تخيلوا هذا الكلام، اقسم بالله لو مجله ميكي ماوس ما تكتبه، يسوع بيقول للشيطان اخرج من انسان، فالشيطان قال له طب اروح فين، انا قاعد مبسوط بالانسان، ارد عليه احرقه وموته وولعه. لا، قلبي يسوع الشيطان الاكبر على الشياطين الصغيرين. فالشيطان حط شرط، قال له اخرج من هنا، اسمع كده حضرتك، الشيطان بيتشرط على يسوع، انا اخرج اروح فين، انا مبسوط مبسوط مش دلوقتي، شوف عارف ان نهايته جايه. ياخدي جميله، ياخدي جميله. قول دي مش دلوقتي، انت اتيت قبل الاوان لتعذبنا، ده في مجيئك الثاني هترميني في البحيره المنتقده بالنار والكبريت انا وكل العشرات، والانسان يبقى ارتاح مني بالكامل. بس ولاد كلب يقعدوا يتوهوا، اسمع بس، مش من دلوقت. ويسوع هنا لما بيقول له اخرج من الانسان، لان المجموعه لاجئون، يعني 3000، يخرب بيت ام كذبك، 3000 انسان، في 3000 شيطان.